في أوكرانيا وتحديدا الشرق يبدو أن الاستعدادات قد انتهت. أوكرانيا أعلنت أنها مستعدة للمعركة الأخيرة. في المقابل روسيا استعدت عبر رئيس وجنرال. كيف؟ سنشرح بالتفصيل. وفي محاولة دبلوماسية بائسة مستشار النمسا في ضيافة بوتين اليوم، لكن الرجل خرج من الاجتماع دون أي توقعات إيجابية، فالتشاؤم سيد الموقف لأن الاجتماع لم يكن ودياً برأي المستشار أرل نيهامر. ومن الشرق إلى ماريوبول التي باتت قريبة من السقوط، وما يدل على ذلك تصريح البحرية الأوكرانية التي أوضحت أن الذخائر لدى القوات بدأت في النفاذ، وأشارت أيضا إلى إصابة نصف الفوج 36 في البحرية مع غياب المساعدة من قيادة الجيش ومن الرئيس فولوديمير زيلينسكي. ومن ماريوبول إلى أوديسا يبدو أن المدينة استعدت جيدا، كما نقل للعربية المتحدث باسم الإدارة الإقليمية الذي أوضح أن السلطات الأوكرانية اتخذت كافة الإجراءات للتصدي لأي هجوم برمائي روسي. إن من يقول إن الحرب في أوكرانيا بدأت منذ حوالي شهرين فقط مخطئون بشدة. الحرب مستمرة منذ 2014، وفي 24 من فبراير بدأ غزو كبير للاتحاد الروسي ضد الدولة الأوكرانية المستقلة. لدينا باستمرار مخاطر تهددنا. نحن نتحدث عن احتمال كبير لضربات صاروخية، واليوم هذه الصواريخ تطير من أراضي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، ويمكن أن يحدث هذا بالطبع في أي لحظة. نحن نتحدث عن تهديد من البحر، على الرغم من أننا لا نرى اليوم الكثير من التحضير لهبوط برمائي. لذلك اتخذت قواتنا الدفاعية الإجراءات اللازمة لتعزيز دفاعاتنا، ولدينا ما يكفي من القوات لهزيمتهم حتى لا يصل هذا الهجوم البرمائي إلى الساحل.